تتابع مدام في اللي صاير في البلاد؟ نتابع. شنو رايك؟ من الثورة وانا جاية، أحسن ما عمل لسعيد ويرحم والديه. عشنا للذل، جوعنا، تعرينا، أهملنا، صار فينا 10 سنين راو الشعب مات 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 مات، ما عادش. يرحم والديه، عمل العملة وإن شاء الله يكون كيف يقولوها عند حسن الظن، يكون قوي. يزينا شبعنا منهم شبعنا منهم أختي. متنا قلبي معبي. ايه التوانسه يطالبوا قيس سعيد يقولوا له لازمك توقف الفساد ولازمك تحاسبهم. الفاسد يتحاسب. انا فاسده وعملت حاجه في البلاد نتحاسب، فهمتي؟ خاطر الشعب مسؤوليه في رقبه الرئيس، احنا في رقبته، احنا انتخبناه وانتخبناه كرئيس، لازمه هو يخزل الشعب. الشعب راه مشى، الشعب مات، الشعب ما عادش فيه الشعب. سي باع، والله باع اختي، باع. فرحانة باللي صاير؟ فرحانة، مش نطير بالفرحة. فرحانة. اليوم التوانسة يعملوا حملة على الفيسبوك ويقولوا ما نخليوش قيس سعيد وحده، يلزم الكل يقفوا معاه. الشعب الكل مع سعيد. يا سعيد يرحم والديك، يا سعيد عملت عملة بيه، يا سعيد راهو الشعب ميت، يا سعيد راهو الشعب مشي، الشعب تعر، الشعب جاء 10 سنين ما رينا شيء، كنا لبس علينا 10,000 نعبوا قفتنا ونروحوا، توا رانا متنا، ما عادش. فرحانة باللي صاير جديد مدام؟ والله أنا فرحانة باللي صار، باللي عملوا قيس سعيد ويرحم والديه وربي يبارك له في صحته وربي يخليه لنا، خاطر علاش ظلم 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 ماك جماعة النهضة ظلم. أنا واحدة من الناس أول ما انتخبت راني انتخبتهم. قلت يخافوا ربي، لا الحق، كلمة الحق، قلت يخافوا ربي وناس متقين لله، تو يعاونوا الزوال ويقفوا في البلاد ويعاونوا ويقدوا البلاد. يا أخي صبحوا هما، هات العمي وهات الخالي وهات الولد خالي وهات البابا وهات الخويا، فهمتني؟ وخلوا الشعب هكاك محتحت، استر الشباب كلها البحر كلها الحوت. علاه يا رسول الله؟ مو عندي حتى انا، عندي وليداتي زاد، عندي ولدي زاد وعندي بنيتي زاد، علاه؟ تونس راهنوها، تونس مشيت. قالوا له اجا نقعدوا نتحاوروا، قال لهم ما نتحاورش مع الناس اللي غلطت في حق تونس واجرمت في حق التونس. الجوف اللي تخبط فيها يا قيس سعيد، انا حبيب الورغي، الله يرحم والدين والديك، كعملت العملة هذه راجل وسيد الرجال، ورانا كلنا معاك، انا واحدة من الناس معاك لاخر نهار في عمري، اخر مفسنت نفسه، انا معاك يا قيس سعيد. رد بالك وراني تتراجع. استني وراني نحب نجيك ونحب نقابلك، راني والله العظيم امنيتي نقابلك ونجي ونقول له الله يرحم الجوف اللي تخبط فيه وليد عمي. قالوا دكتاتور مدام. دكتاتور، والله ما دكتاتور كان هما، الله يرحم والديه، عمل العملة. يا بنتي راني بيتة فرحانة، أنا عندي القلب راهو نحس في قلبي يضرب في مش في المية، في الألف يضرب، فرحانة ندادي فك الدار ندادي. زغرتت؟ والله زغرت واشتحت. زغرتي. على قيس سعيد. وعلى حياته يا ربي تخليه لنا، والله العظيم، والله ربي فضله ويخليه، والله ربي ينصره. تونس يقولوا اللي احنا كله مع قيس سعيد، كلنا مع طبعا كله. طبعا كله انا معاه الاخر نفس في عمري، انا معاه. في متابعه لاخر المستجدات لشان الوطني، التوانسه يتابعون عن كثب قرارات رئيس الجمهوريه قيس سعيد، ويطلقوا حمله ويطالبوا رئيس الجمهوريه بايقاف الفاسدين وكل من تتعلق بهم شبهات فساد. يقولوا له احنا اليوم ننتظر الايقافات والمحاسبات. هذا قلناه من قبل واستنيناه منذ سنين. انا واحد من الناس منذ اكثر من 5 و6 سنين طالبت بالامور هذه، وطلب رئيس الجمهوري لا بد من محاسبه الفاسدين ولا بد من محاسبه حركه النهضه والغنوشي واتباعهم على كل ما صار في تونس. هم السبب نتاع الخراب وسبب الفساد اللي صار في تونس منذ 10 سنوات الاخرانيين، فهمتني؟ هاك تشوف الوضع نتاع البلاد، ونوصل البلاد تفلست، باعوها، فهمتني؟ جوعوا الناس، قتلوا الناس، معناتها عملوا اللي حبوا، خدموا مصالحهم، اعطيني مشروع خدموه لمصلحه الشعب التونسي، فهمتني؟ الشباب التونسي هاك تشوف فيه، هما اول الناس المسؤولين، يكذبوا يقول لك احنا خاطينا، لا هما المسؤولين الاولين،
10 سنين هم يتصرفوا في الدوله، يتصرفوا في الحكومه، وهم تمكنوا من 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 مفاصل الدوله فهمتي، وزاد يبي قايد السبت عطاهم فرصه اخرى باش مكنهم من الان. احنا الشيء اللي عمله رئيس الجمهوريه احنا موافقين عليه 100% كشعب تونسي، شباب وكبار وصغار، ومطالبين من قبل وان شاء الله يوصل. رئيس الجمهوريه يرفض الحوار مع كل من اجرم في حق تونس حسب كلامه هو بتبيعه. هذا صحيح جدا، وما يقوم به رئيس الجمهوريه هو لصالح الشعب التونسي على البلاد، عنده الحق اي حوار، حوار مع الفاسدين مع المجرمين هم سبب الخراب، اش باش تحاوروا معهم؟ الحوار مع الناس الوطنيين، الناس اللي يحبوا البلاد، الناس اللي يخدموا مصلحه البلاد، هذوما ضد مصلحه البلاد وضد الشعب، يخدموا لصالحهم. احنا مارس الجمهوريه لمحاسبه الفاسدين والمحاسبه السياسيين اللي معناتها قال الرجل ضروا البلاد وضروا الشعب كلهم على بعضهم. انا طالب المحاسبه بتاعهم الكل من 2011 الى يوم الساعه هذه، كل ما خدا منصب في الدوله هذه حتى معتمد حتى والي يلزم يتحاسب. البلاد بها الاف المليارات والمشاهد، السباله ما عملوهاش، الناس جواعة، الناس عطاشة، شنو اختي؟ عنده الف حق الجمهوريه، احنا معاه مساندينه. في متابعه للشان الوطني اليوم التوانسه يتابعون قرارات رئيس الجمهوريه قيس سعيد عن كثب، ويوجهوا له رساله ويقولوا له ننتظر الايقافات والمحاسبه، شنو رايك في اللي صاير مسعود؟ والله هو ايجابي من طرف الرئيس، معناتها هذه كلمه الشعب مش كلمة الرئيس لوحده، معناتها الشعب حب هذه الإرادة نتاعو. بالنسبة للإيقافات فما ناس فسدت في البلاد، سرقت، نهبت، من حقهم كالناس الكل كيما الزوالي كيف هما باش يتعاقبوا عادي جدا، ما همش معناتها كيما قال هو فوق القانون، فهمتني؟ بالنسبة للإيقافات مش شنو ينجم هو يوقف الناس الكل، هو شنو مبدئيا تو قال حل البرلمان أو تجميده، رئيس الحكومة ما يساعدوش بما أنه مش قاعد يمشي في السجي ومش قاعد مواكب معناتها الأحداث مع رئيس الجمهورية وضد رئيس الجمهورية ويخدم لصالح النهضة، وإحنا اللي شفناه تو معناتها ما عندهم ما عملوا ما قبل الثورة اليومين هذا والشعب يعاني. جات إرادة الشعب، كان الرئيس كما يقولوا منسجمة مع الشعب وحقق لهم الإرادة متاعهم، وهذاك هو اللي نرجو فيه احنا كشعب وكل شيء، ان شاء الله القادم افضل، هذا من راهوها احنا فهمتني. بالنسبه للايقافات هو ثم ناس يلزمهم معناتها يوقفوهم مش من توا راهو، معناتها مده عام كيما توا وزير الفلاحه اللي عمل برشا فساد في البلاد ودخل برشا صفقات مشبوهه، وهذاك معناتها الدوسيه تخبى، وتوا كنا نسمع، انا كنت في الكهرباء وكنت نسمع حتى وزيره العدل بالنيابه هذه اللي كانت تخفي دوسيه وما فيه النهضه قداش خفيت من دوسيات، توا جاء الوقت باش نتحاسبوا، وقال لكل ذي حق حقه، معناتها كان انت ماكش على خطا توا قال تنصفك العداله، لو كان انت اخطات في حق البلاد هذه يلزمك تكون عبره لغيرك. احنا تعرف شنو مشكلتنا في البلاد هذه؟ كونه اللي يخطئ ما يتحاسبش، على ذلك اللي يجي كل واحد يجي يشد منصب في البلاد يقول لك هذه بلاد ما فيها من يحكم، فرصه ناخذ بيك الجماعه، انا معناتها ولد غنيمه والناس كنا عارفوه الموضوع هذه لدوله تونسيه راهي غنيمه، على اساس انه الرئيس ما ينجمش يحكم، وعلى اساس انه الحزب الاول هو النهضه اللي هو مسك البلاد واللي باش يتبع النهضه هو اللي باش يكون فهمتني فوق راس الجميع ويفلت من العقاب، هذه المشكله في تونس. الرئيس اقترحوا عليه حوار وطني لكنه رفض ويقول لن اتحاور مع كل من اجرم في حق الشعب التونسي. باي وله الحق في ذلك، رئيس معناتها في عده مرات تحاور معاهم الحزب الاول اللي هو النهضه، تحاور معاه وحاولوا يلقوا حلول، لكن هما كانوا يميلوا للطرف الواحد اللي هما السلطه واللي هما مهيمنين وهما القوه، وما كانوش يخدموا في صالح الشعب، كانوا يخدموا في صالحهم هما، اخر همهم الشعب. الرئيس اخر الحلول هذه، اخر الحلول لقاها قال ثنيه مسكره، واحنا كشعب ضد انه باش يرجع يتحاور معاهم، احنا سيء تعديناها المرحله هذه تو باش نقدموا القدام، يلزمنا فهمتني دستور جديد للبلاد، خاطر هما كيما حكى هو مطلع على الدستور وهو استاذ قانون وكل شيء، قال لك خويا عملوا دستور على مقياسهم هما، وهما راهو اللي ما حبوش يعملوا المحكمه الدستوريه، وهما راهو بهذاك يحبوا يعملوا مصالحه ويحبوا يغطيوا شمس بعين الغربال، وتقعد كالعاده فلوس الشعب هباء ومصالح الشعب عرض الحائط، والناس تقعد مهمشه والغلاء المعيشي،
ومن يسمعك في هذا؟ ما يسمعك حد، موضوع كبير نسمع فيه يومين، شيء وقف المخ.